كانتربري يعني دعا إلى اعتماد التشريع الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية في القضاء الإنجليزي. وحتى إن الفاتيكان أصدر بعد الأزمة المالية العالمية بيانا يدعو فيه إلى اعتماد مبادئ المالية الإسلامية للخروج من الأزمة العالمية. هؤلاء هم الفاتيكان، لأن ليس أشخاص عاديين. وهذا الكلام ليس كلاما منا حماسيا، بل ارجعوا إلى الفاتيكان وإلى مواقعه على الإنترنت لتروا قول الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الحميد. فهذا إعجاز تشريعي. لكن لفت الله سبحانه وتعالى إلى بعض الأمور العلمية الدقيقة، ومنها قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وتجد قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياح لواقح؟ هل هذا كان من معارف هذه الفترة؟ وأرسلنا الرياح لواقح. وتجد قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل هذا يمكن أن يأتي هكذا، يأتي به رجل بدوي في الصحراء؟ وقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا العلم الحديث أثبت أطوار خلق الجنين بفضل الله كما أثبتها القرآن الكريم. بعض الباحثين في هذا الزمان لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن الكريم بما يقرره العلم من نظريات ونواميس. وفي الحقيقة لست أرى هذا الرأي. هم يقولون إن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدل ولا تتغير، أما النظريات العلمية فقابلة للتغيير وللتبديل، فقد يكشف البحث الجديد خطأ بحث قديم وخطأ نظرية قديمة. وأقول نحن حينما نقول إعجاز العلمي في آية معينة لا نجزم بأن الآية يجب أن تحمل على هذا الوجه وحده، وإنما نقول هذا الفهم للآية محتمل، هذا الفهم للآية محتمل ولا نقصر الفهم عليه. وهكذا في كثير من الأحكام حتى غير العلمية الفقه قائم على مجرد الظن، فقيام الاحتمال الكبير في التفسير يكفي عندنا جدا في هذه المسألة، لأن الفقه نفسه يقوم على هذا، على مسألة الظن. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله يفتح عليه. يعني هناك مئات الأبحاث الآن في آيات من القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يضيق الوصف عنها الآن. أيضا من الإعجاز إخبار القرآن بوقائع لا يعرفها إلا علام الغيوب. القرآن الكريم أخبر بوقائع لم تكن العرب تعرفها، ووقائع في المستقبل، هو يعيش الآن في اللحظة الراهنة ويقول سيحدث كذا في المستقبل. من الذي أخبره؟ ومن ذلك إخبار الله تعالى بأن الروم ستغلب الفرس، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وإخبار الله تعالى للجماعة المسلمة بأنهم سيدخلون المسجد الحرام كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
والقرآن قص قصص أمم بائدة ليس لها آثار ولا معالم تاريخية تدلنا على أن هناك أناس عاشوا في هذه الفترة. وحتى القصص اللي جاءت عند أهل الكتاب ذكرها القرآن بروايات أخرى مخالفة لما جاء، لأن واحد يقول لك ما ممكن يكون خدها من التوراة والإنجيل. طب الإنجيل بيقول على عيسى إن هو إيه؟ إن هو ابن الله، وإنه وقصص غريبة. القرآن روى قصص تانية خالص مختلفة تماما ما لهاش علاقة. الناس أهل التوراة يرون عيسى كاذبا، القرآن لا، بيقول ده نبي ومحترم كسائر الأنبياء، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، فأمور غير بخلاف تصور مختلف تماما عما جاء في القرآن، عما جاء في التوراة، وعما جاء في الإنجيل. فمن أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها بفضل الله. آخر وجه نتحدث عنه الآن قبل الصلاة: فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره. الفصاحة والبلاغة، إن القرآن ليس فيه لفظ ينبو عن السمع، لفظ أنت تستقذره أو تراه قبيحا أو يتنافر مع ما قبله تنافر سمعي، إما كلمة تنافر مع كلمة أو لا، أو حرف يتنافر مع حرف كما تقول العرب غدائره مستشزرات إلى العلا. شوف كلمة مستشزرات عند امرئ القيس صعبة، أو تنافر الكلمات زي قبره وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره، وليس قرب قبر حرب قبر. شوف توالي الراءات بالشكل ده يخلي الكلام ايه، ليس فيه فصاحة. هل في القرآن شيء من هذا؟ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى حلو سلس عذب، له ذوق عربي أصيل في تشبيهاته وأمثاله وحججه ومجادلاته. والأئمة كتبوا في هذا المجال وقالوا إن إعجاز القرآن يتجلى في نظمه، في نظم القرآن نفسه، كيف وضع هذه الكلمة بجوار هذه الكلمة وكون منها هذا البناء. يعني حتى لو ما فيش إعجاز تشريعي أو ما فيش إعجاز علمي وما فيش إعجاز في المعاني، لكن انظر إلى البناء، البناء الدقيق. وهذا ما سمي بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وهما أعظم كتابين كتبا عبر التاريخ عن الإعجاز البلاغي واللغوي للقرآن الكريم، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. أما تأثير القرآن على النفوس فكان الكفار أنفسهم يتأثرون وهم ينكرونه حتى وجدوا الحل، فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأن تأثيره على النفس الإنسانية رهيب. وهو الوليد بن المغيرة وهو ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر، والحق ما شهدت به الأعداء. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.